مخبية مخزونة في الواحي لهنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما تنسونيش باللايك. اليوم جاني على الخفاف، قلت الله نطيبو. فوالا دونك عجنتو بالباتور بوغ بيان سور غاني دي طون، سي بلو براتيك، سريع جدا باش تربحي الوقت. الباتور ايضا نحب نعجن انا باليد بصح باش نزرب، سي اون سوليسيون. فوالا دونك الخفاف هو كيما لي بينيي، يحبوه دراري. اليوم وصلنا لواحد الوقت وين الدراري نتاع الجيل هذا كي تعطي لهم الخفاف يحسبوه بينيه. هو صح بينيه، سي جي بينيه. حنا بكري كنا ناكلوه، للان انا نحب تاع الخفاف ناكلو كي زمان يعني ناتور. انا وليدي الكبير قال لي ديري لي واسمو هذاك سكري كلاص رشي لي من الفوق، كان واحد دوموند لك نوتيلا ويا رايحه. انا دو بريفيرونس بريفير ناكلو كيما زمان بكري، ماشي كيف لي لا جينيراسيون ايه تبدلت العقليه وتو دوكا ولاو يحبوا يزينوا الديكورو، يعني ان بو دو بلوس يحبوا يغيروا شويه، ماشي كيما حنا. انا لو كان ما ناكلش الخفاف يكون ناتور يعني بلا حتى حاجه زايده، خفاف من المقله سخون ويكون دافي شويه، باسكو كي تاكلي حاجه سخونه دير لك اللقيه. دونك دو بريفيرونس تاكليه يعني يكون دافي عادي ولا بارد. وكان ما درتلوش الزبيب على خاطرش البنات كاين اللي يديروا له الزبيب، انا نحب الزبيب بصح. يما كانت خطره ديرونا فيها زبيب، خطرات لالا، مي ولادي ما يحبوليش الزبيب. دونك كي نطيبو بالزبيب راني يدخل كلي خسرت الماكله، واحد ما يبغي لي بالزبيب. دونك دو بريفيرونس نطيبو ناتيغ، ما نعير روحي نكسر راسي ما والو. فوالا دونك هو دي بينيي ويحبوه دراري. انا ولادي يموتو على العجاجن، البنات يحبو العجين، سوا لي بات سوا المسمن سوا النعار كيما يقولو لهم، سوا اي حاجه ولي كاتو تراديسيونيل يموتو عليهم. دونك يحبو هادو. دونك سي بور سا كو مليح الام كي فوالا دو طون زون طون نطيب صوالح هادو، ما نكثرش منهم سورتو خفاف. انا سانسيغمون نطيب صغار يعني نادر جدا وين نخرج لك خرجات تاع نطيب لك الخفاف. فوالا سي ابسوليمون كيكون انا يعني ولا ولادي يدومونديوهم لي. نحب المسمن، نحب الخفاف، نحب راكم تعرفوا حنا كبرنا على دو الصوالح ومع دو الصوالح وبهذا الصوالح. وانا كي نطيب خفاف ولا مسمن ديما نفكر زمان، نفكر يما وديداتها، ما شاء الله ربي يحفظها ليا ويخليها لي يما، شي ما شاء الله يطول لي في عمرها. ولا نتوما عندكم يماتكم نقول لهم، نقول لكم انا ان شاء الله كيما انا نتمنى الخير، نتمنى ثاني نقول لكم ربي ان شاء الله يطول لكم في عمرات يماتكم ويحفظها لكم ويبارك لها في صحتها ان شاء الله. واللي عنده يما يتهلا فيها، يتهلا فيها بكلمه طيبه، بالابتسامه، بالهديه. الهديه ماهيش ماديه، تقدر تكون هديه كلمه طيبه، تقدر تكون ابتسامه، تقدر تكون معبره. فوالا، لان الام ماهيش ماديه، الام ماهيش تحوس تعطيها، الام تحوس تكوني بخير، تكوني بصحتك. الام ماهيش طماعه في بنتها ولا في وليدها انه يعطي لها ولا يجيب لها. الام تحب بقلبها بروحها، الام تحب الحب نتاعها، والهديه اللي تعطيها لها هي ابتسامه، هي عباره عن كلمه طيبه. وربي سبحانه وتعالى في القران الوالدين قالنا وبالوالدين احسانا، قال لك ولا وقال لك وقل لهما قولا كريما، يعني ربي نوز ابريسيزي القول يعني الكلمه، يعني وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وندعو لهم يعني الهديه ان ندعو الله لهم في الدنيا، ندعو لهم بالرحمه، بالرحمه في الدنيا قبل الاخره والاخره، يعني ندعو لهم بالرحمه، ندعو لهم دعوه الخير. ماشي غير حنا نحتاجوا والدينا ندعو لهم، حتى هما حنا محتاجين دعوتنا. يعني حنا كابناء ربي قالنا ربي طلب منا ان ندعو لهم في الدنيا، نطلبوا ربي لوالدينا الصحه وطوله العمر. غومونت تي مانش سيل تبلي، نو غومونت غومونت Remonte, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Voilà. Ouais, on dit en arabe, on dit gâchotte. D'accord? Ça s'appelle gâchotte. Voilà. Alors, je te propose. Attends, hein, touche pas. Je te propose les beignets salés sucrés
ce qu'on appelle, comme on appelle en Algérie, le khfef. Et aussi, je te propose deux, qui est un khfef que j'ai préparé. Khfef maison que je viens de préparer. Yawit, Haroun a déjà mangé. Donc, tu préfères pitch ou khfef? Attends, je t'explique. Si tu prends pitch, parce que c'est ton papa qui te l'a acheté, si tu préfères et tu mangeras, et tu préfères pitch que khfef, moi je vais m'énerver. Attends, attends, attends. Mais si tu préfères que le khfef et tu prends pas le pitch, ton papa il va s'énerver, il va être triste parce que tu as préféré mon khfef et tu n'as pas préféré son pitch. Donc c'est quoi la solution à ton avis? Pour que moi et lui, on ne sera pas triste, on ne soit pas triste et on ne va pas s'énerver contre toi. Surtout, on ne soit pas déçu. Tu préfères faire quoi? C'est quoi la solution, hein? C'est que je vais prendre le pitch et oui. Le donut. Les deux? Oui. Ah ben, c'était intelligent alors. Alors prends, tu vas goûter d'abord. Ça, tu sais, tu t'as déjà goûté. Hein. Là, tu vas me dire, tu vas prendre une khfefa. Oui, dis bismillah, tu coupes d'abord. Monsieur, ça. Bismillah, oui. Alors, quoi? Incroyable. Sahtak, Younes. Eh oui, c'est trop bon, hein? Et sahtak. Sahtak, dis-leur like. Tu demandes un petit like? Parle. Et abonnez-vous. Et likez, s'il vous plaît. Shahina Konfil Jinna. Bye bye. Trop bien. Masha'Allah, Shahid Konfil Jinna Jahaï. Akhfef. Voilà Alwa. Sucré, salé, ralbelé, salé, mais sucré, un peu. Rawa. Jahel. Ana nouh ndir fiha qahwa. Khalitkom fil janna. Bye bye. Nkemmel khfafi, ndir qahwa. Salut, saha qahwitkom tou matan. Tahalla fi rwahtikom, bye bye.